أعزائي مشاهدي قناة لوجوس في حلقة جديدة من برنامج سكتة مع اود بولا إلياس كاهن كنيسة القديسة مريم المجدلية ببالم سبرينج أهلا بك يا اود أهلا وسهلا يا ماجي النهاردة حلقتنا الرابعة من سلسلة حلقات ثوك تاتيجون والنهاردة هنتأمل فيها في يوم خميس العهد خميس العهد أو برضو بنسميه يوم الوداع هناخد وهنتطرق للأجزاء دي كلها بس هنبتدي الأول يتسابونا إن لو تكلمنا في خميس العهد السيد المسيح زي ما بدأ خدمته بالمعمودية إن هو أسس سر المعمودية طبعًا لما اعتمد برضو نهاها برضو بتأسيس سر الإفخارستية في خميس العهد. م. كلمنا يتسابون عن طقس الفصح اليهودي الأول. يا طبعًا اليوم ده يوم كبير حتى في القراءات نقول عليه الخميس الكبير م. لأنه خميس العهد المسيح النهارده بيأسس سر الحياه وبيدينا تهيئه كده لعلاقه مميزه جدا سرائريه فعلا سر في سر الافخارستيه تعالوا نبدا زي ما انت سالتي السؤال الاول ايه هو طقس الفصح, الفصح بالظبط انتوا عارفين ان القصه ابتدت لما كان شعب اسرائيل في مصر وكان في العبوديه وبيعاني من فرعون وده يمثل او نشبهه كده بالسلطان الموت على الانسان والإنسان الانسان مش عارف يحرر نفسه ويخلص فربنا عمل زي ما كت كده في العهد القديم عشان يحضر البشريه لفكره الخلاص فالفسح كان في العهد القديم بيبقى فيه خروف الفصح انه يرى ملاك الموت الدم فيعبر وكانها رساله انه من خلال دم الخروف ده اللي يتحط على القائمه والعتبتين بتوع البيت يعبر ملاك الموت وما يهلكش المهلك الابقار وترمز طبعا الابقار الى علاقه مع المسيح في قداسه الـ 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 الانسان فالمسيح ادانا في دمه فكره الخلاص طب تعالوا نرجع تاني للفصح الفصح الطقس كان اتقال في سفر الخروج ان يعني بتجتمع الاسره ولو كانت اسره يعني غير قادره على انها تجيب خروفك تجتمع كذا اسره مع بعض وبيشتركوا مع بعض بيشتركوا مع بعض في في طقس الفصح وياكلوا الخروف على اعشاب مره وبعدين يعملوا اربع كؤوس يشربوها من الخمر ترمز الى الذبيحة بتاعت الفداء أو أو الفصح هنتكلم طبعا عنها بتفصيل أكتر بعد شوية بس كان رب الأسرة بيقدم الأربع كؤوس دول وبعد الثالث أو كأس الثالث كان بياكل الفصح اللي هو خروف الفصح. طيب هل هل اتناول يهوذا من سر الإفخارستية؟ الحقيقه النقطه دي كانت فيها شويه اختلاف لكن كنيستنا وابائنا اتفقوا انه يهوذا اشترك في الفصح اليهودي لكن هو اخذ اللقمه وانصرف لانه زي ما قلنا انه في الطقس بتاكل الاسره الاكل او المجموعه وبعدين بيشربوا الكاس الثاني وبين الكاس الثالث والرابع بينفذوا فاتفقت ابائنا كلهم ان يهوذا لم يشترك في الافخارستيه لانه سر الافخارستيه هو سر الحياه الجديده فهو ما تمتعش بده لان هو كان متساق بالخيانه وبعدم الاخلاص للمسيح فكنيستنا اتفقت يعني او معظم ابائنا اتفقوا انه ما يعني زي ما قصك قلت هو كانت الكاس بياخدوها على كذا مرحله اربع مراحل فهو ما استمرش لغايه ال... الاخر وكتاب المقدس قال هو فعلا اول ما بعد ما يا اللقمة. اللقمه هو خرج بعدها بالظبط كده فما استمرش فما كانش ليه شركه في سر الافخارستيه وعشان كده حتى سوره ال, ال... ال... خميس العدل خميس اللي فوق بتلاقي فيها 11 تلميذ بس او بتلاقي يهوذا كده بلون مظلم كده في بعد في الصوره لانه لم يشترك في سر في بالضبط في الشركه او في خبز الجسد في خبز الجسد المسيح ودمه طب طيب كمان برضو الجميل برضو حتى كنيستنا مطبقة ساعه التناول واحنا اعتقد الكنيسه الوحيده المميزه بنفس الاسلوب ده انه ساعه التناول السيد المسيح لما اسس سر الافخارستيه اداهم الاول جسده وبعد ما خلص ناولهم تماما كلهم الجسد اديهم بعد كده الدم. ف ما yes. الاثنين مع بعض ما كانش زي ما احنا بالظبط ما بنعمل في الكنيسه. بالظبط كده. آه رب المجد يسوع عايز يوصل رساله من ساعه لما ابونا ادم وامنا حواء سقطوا وطبيعتهم فسدت والوعد اللي وعدهم قال لهم نسل المراه يسحق راس الحيه. طيب ال الاكله اللي اكلها ابونا ادم دي لوثته لان هي كانت مش المشكله في الاكل اللي كان في العصيان فربنا قدم نفسه تاني عشان يقدم الطاعه ويدينا من الشجرة الحياه اللي هي الصليب جسده فيبقى كل مره انا باخد جسد المسيح انا بفتكر ان دي الاكله اللي هترجعني تاني ابويا ادم اكل من ثمره الشجره وسقط وجاب لي الموت وادم التاني الهي القدوس اداني من شجره الحياه خشبه الصليب جسده ودمه. جسده باخده عشان افتكر التجديد بتاع طبيعتي الفاسده ولانه مش بالاكل العادي ليس بالخبز وحده لكن كمان باخد الجسد علشان افتكر ان دي طبيعه جديده، عجينه جديده، عجينتي باظت فسدت فمحتاج اخد عجينه جديده، العجينه دي هي جسد المسيح. زي ما بيقول كده ان احنا نحتفل بالعجين الجديد مش بالخمير اللي بيموت اللي هو اخذناه من الطبيعه الفاسده طب الدم الانسان اللي بيبقى عنده دم فاسد بيعملوا له عمليه ايه نقل دم بيجيبوا له دم جديد فلو تفتكروا الطعنه اللي طعنها رب المجد يسوع نزل منها دم وماء فهنا الكنيسه بتعلمنا ايه بقى تعالوا نتامل في الحته دي رب المجد بيقول لنا الدم اللي انت أخدته يا ادم بسبب عصيانك افسدته وطبيعتك بقت يسر في اعماقها دم سيء دم وما هنا بس الدم اللي هو الفيزيكال ال ال الفسيولوجي لكن اقصد هنا ال 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 السريان الحياه فينا تسوقنا الى الموت فاعطانا الله على الصليب دم نقي مقدس تعالوا نفتكر كده ازاي حواء اتخلقت اتحلقت من من جنب مين ادم بس ادم ما كانش امين على حواء وسابها من غير وصيه لغايه لما سقطت وسقط هو معاها لكن ادم الثاني لما طعن جنبه طلعت منه الكنيسه وطلع من احشاء المسيح يعني جزء كده منه يطلع هو الكنيسه ويبقى الكنيسه والمسيح اتأسست في هذا اليوم الكنيسة وتأسس سر الإفخارستية اللي هو يبقى حجر الزاوية لكل المؤمنين يبقى مين فينا يقدر يعيش من غير تناول مين فينا يقدر يعيش من غير جسد ودم لذلك احنا بناخد الجسد والدم في وقت منفصلين يعني مش مش مع بعض لان كل حاجه ليها رساله واحنا طبعا مش بنتكلم على حاجه ماديه تحول هنا الخبز والخمر تحول جوهري مش تحول فيزيائي يعني الخشب ما تحولش لبلاستيك او الخبز تحول الى لحمه لا التحول تحول جوهري سرائري احنا نؤمن في سر الافخارستيه ان الروح القدس بيحل على الجسد على الخبز بيحوله لجسد المسيح وحضور المسيح معانا مش بس حضور بالجسد لكن حضوره بلاهوته وبنسوته فلازم نؤمن بده لان دي اكبر معجزه واكبر هديه المسيح يديها يقول شهوه اشتهيت انا اكل الفصح معاكم، المسيح عايز يدينا جسده ودمه، فهيأ تلاميذه ويقدم لكنيسته انه هيغير المرموز او الرمز الى المرموز اللي في هذه الليله، عشان كده اليوم ده يوم خطير جدا في حياه البشريه. لانه اللي النهارده بيحارب الجسد والدم هو بيحارب الاساس تجديد الطبيعه، فما ينفعش الانسان يعيش من غير جسد المسيح ودمه. هو نفسه في حنا سته وشجعكم تقروا الاصحاح ده جدا. بيتكلم بيقول كده من ياكلني يحيى بي، من ياكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وانا فيه. فاحنا النهارده في عز كبير جدا. اي حد بياخد قوته منين؟ من الاكل، من الشرب، من الفلوس، من احنا بناخد قوتنا من المسيح نفسه. بناخد قوتنا وبنتشحن زي ما الموبايل كده بتشحنه عشان تديله باور، احنا بقى الباور بتاعنا منين؟ المسيح نفسه. جسده ودمه. جسده يدينا طبيعة وتجديد عجينتنا ودمه يدينا حياة تسري في أحشائنا تقدسنا وتغيرنا فكل حاجة في الكنيسة ليها رمز عشان كده أبونا اهو بيناولنا بيقول إيه يعطي إيه لغفران الخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه فإحنا داخلين على السماء كده يسوع يبصلنا اللي ضايق جسدي ودمي واخد حياتي، سبيه. بتلزز بيا ثابت فيا، بتسري عصارة الـ 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 الشجرة فيه، اللي هي شجرة الحياة الصليب، آه ده ليه مكان، لكن اللي ما المسيح، ما تمتعش بيه، ولا أقصد بس حرف تدفيز وصية سر الأفخارستية، لما قال هذا أصنعوه لذكري، ما قالش أعملوه عشان يبقى شكل، لكن عشان تحيو لذلك ذبيحة المسيح على الصليب ذبيحة أبدية يجي هنا سؤال هل احنا بنصلب المسيح في القداس؟ لا احنا مش بنصلب المسيح في القداس احنا بنحيا ذبيحه الصليب وندخل جواها زي مثلا لما انا بروح افتح الحنفيه اشرب ميه هل كل مره بروح افتح الحنفيه بجيب شركه الميه تمد خط ميه تعمل تنك فوق البيت؟ لا خلاص شركه الميه عملت لي خط ميه وانا كل ما بحتاج ميه بفتح الحنفيه في القداس احنا بنفتح الحنفيه احنا في القداس بندخل جوه الذبيحه دي وناخد من جسد المسيح اللي بيقول تعالى واقترب مني لكي تتطهر من خطاياك تعال خد جسدي ودمي ودي اللي قلناها يوم الثلاث في الزبائحي ومسمناتي كان بيشاور على ان دي اجمل ذبيحه عشان كده واحنا بناخد الجسد والدم ناخده بشعور عدم استحقاق ناخده بقلب مخشوع خاشع ومتضع ووديع جدا ونصلي صلاة بتاعت اللي هي قبل التناول بنقول له يا ربي أنا غير مستحق أن تدخل تحت سقف بيتي لأني إنسان خاطي اللحظة اللي تاخد فيها المسيح وانت حاسس انك خاطي وانك ملكش قيمة من غيره هي أجمل لحظة هيتمجد المسيح في حياتك لكن اللحظة اللي تاخد فيها المسيح جسد ودمه الطاهر وانت شاعر بعدم الاحتياج الشديد ليه هي اللحظة اللي هتبقى تتحول بعد الشر يقول كده يصير مجرما في جسد الرب لأنه أخذناه بدون استحقاق الاستحقاق هنا يقول عليها كده أحد الأباء المحبوبين لقلب يقول الاستحقاق هو الشعور عدم الاستحقاق حينما تشعر أنك غير مستحق لهذا الجسد العظيم والدم الكريم هي لحظة الاستحقاق لأنك يقول لك تعالى يا حبيبي اتمتع بالعز والمجد صحيح في سؤال كمان يتسابون برضو بنتساله كتير ان ازاي السيد المسيح ادانا جسده ودمه قبل الصليب ازاي أسس السر الافخارستي وناول تلاميذه قبل الصليب المسيح قدم جسده ودمه لتلاميذه علشان يبقى تقديم او 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 بيحضرهم لادراك معنى جديد ليهم وزي ما قلنا ان ذبيحه الصليب ذبيحه ابديه يعني مش مربوطه بزمن مش بتاريخ لأنه في اللحظة اللي المسيح أسلم ذاته على الصليب وقال قد أكمل في هذه اللحظة تحولت ذبيحة الصليب إلى ذبيحة أبدية بتغطي التاريخ كله من أول آدم لغاية آخر الدهور فيصبح ذبيحة الصليب بتغطي بتغلف كده الايه؟ التاريخ وتغلف البشريه كلها، فكل انسان له حق التلذذ والتمتع بدم المسيح وجسده ودمه. فكان المسيح بيأسس السر بهذا الشكل لانه كان لازم يختم الاحتياج لخروف الفصح ونقل المرموز الى الرمز الى المرموز اليه، نقل الذهن بالظبط زي ايه؟ ما انا عندي مشروع مثلا. لما بتجيب شركه عايزه تبني مشروع مثلا في منطقه معينه بتعمل مكات ويبجي كل الناس اللي عايزين يشتروا البيت يتفرجوا على الايه؟ بيوت يقول ده هيبقى هنا والشارع كده والبيت هنا. مع الوقت يبدا المشروع يكبر وما يبقاش لينا احتياج ان احنا نبص على الماكيت هل في حد بيرجع تاني يبص على الماكيت طبعا لا ليه لانه اوريدي الببنه اتبنى خلاص فبيلغي الماكيت حتى يعني يبقى حاجه للذكرى كده يعني مجرد حاجه شكليه لكن المسيح كان لازم يختم او ينهي لان هو الذبيح هو اللي انهى العهد ده فكان كان لازم يجي بقى العهد الجديد عهد جديد يعهد بدمه مش عهد مجرد فكان ازاي هيطلع على الصليب ويتذبح وهو ما ختمش او ما تممش النبوات وكل الاشارات اللي تشاور عليها في النبوات فهذه اللحظه ابتدى المسيح يشاور على العهد الجديد اللي هو خذوا هذا جسدي واشربوا هذا دمي فدي يعني نقطة مهمة جدا نفهمها ان الذبيحة ذبيحة أبدية غير محصورة بوقت. تمام. <applause> يوم برضو خميس العهد بن سمي اللي هو يوم الصلاة الوداعية سيد المسيح كان مع تلاميذه في اليوم ده ويكلمهم بخطاب وداعي طويل اتناولوا القديس يوحنا في إنجيل يوحنا من الإصحاحات من 13 ل 17 الحقيقة, الحقيقة من أعظم وأروع الإصحاحات الصلاة الوداعية ابتدت بغسيل المسيح للأرجل لما إقام عن العشاء وأبونا حتى في الطقس كده ينزل ويغسل الرجلين يمثل المسيح اللي بيغسل رجلين تلاميذه علشان يغير طريقنا احنا كان طريقنا ماشي في سكه غلط بعد كده الساعه 13 من اجمل الاساحات طبعا لما نقراه في وقتها بقى في وقت البصخه بيبقى جميل خالص تلاقي اليوم ده بتبقى القرايات طويله شويه الصلوات دي تكشف لنا عن علاقه الأب بالابن ويكشف لنا احنا احنا مكاننا فين؟ في قلبه فين؟ وما ننساش برضو زي ما احنا عارفين ان اليوم ده المسيح دخل على الجثيماني فكان بيطمنا من خلال هذه الصلاة فسجلها القديس يوحنا الحبيب في انجيله اللي انتوا عارفين يوحنا سجل انجيله بعد شويه من يعني في التسعينات كده فكان خلاص الاباء الرسل اللي هم متى ومرقس ولوقا كتبوا الانجيل فكان بيدينا الرساله دي عشان يطمنا ويقولنا ان الاب مشغول بخلاصنا كل ما طلبتم من الاب باسمي يعطيكم ويقول بقى في 17 صلاة رائعة جدا لس أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم إلى العالم ويصلي كده مسيح من أجلنا ويقول من أجلهم أقدس أنا ذاتي سألني مرة شاب يقول لي أقدس والمسيح محتاج يتقدس ما هو مقدس فقلت له التقديس يجي من الذبيحة ان المسيح قدم نفسه ذبيحه فالذبح يقدس الذبيحه فالمسيح يقصد هنا أدبح ذاتي اقدس ذاتي يعني ابذل ذاتي من اجلهم وكاني هنا انا بقدسهم عشان من اجلهم انا بتدبح، انا بيتسفك دمي عشان تفكرنا بالعهد القديم لما كان المسيح قال لموسى حط الدم على القائمه والعرضتين عشان خاطر يبقى كانه بيرشم صليب كده عشان كده احنا يرمز الصليب لينا للتقديس والصحاحات دي بنلاقي فيها قد إيه علاقة الأب بالابن علاقة أكبر من فهمنا ودي نقطة مهمة جدا النهاردة كل شوية على السوشيال ميديا صراعات ما بين ده وما بين ده و... احنا مش هنقدر نفهم ربنا بالعقل والاكتشاف احنا يعني هنفهم ربنا ما بيننا أعلن الله لنا أن نفهمه احنا ساعات بنفضل نفتكر انه مفروض ان انا افضل اجتهد وابذل مجهود عشان خاطر افهم ربنا طبعا لا ربنا من رحمته ومحبته بيعمل ايه بيكشف ذاته لينا بيورينا مجده بيورينا حبه بيورينا علاقتنا بيه يتكلم كمان على الكارما انا هو الكارما الحقيقيه وابي الكرام كل غصن فيا لا ياتي بثمر يقطع ويتكلم على الثبات في الكارما ويتكلم على وكل يوم بنصليها في صلاه الساعه الثالثه يتكلم على عمل الروح ارسل لكم روح المعزي ونصليها كل يوم في صلاه الساعه الثالثه انا بشجع كل احبائي في الفتره دي في اليومين دول بتوع اسبوع الالام يقروا الاصحاحات دول ويتلذذوا بيهم لدرجه ان احد القديسين كان بيقراه كل يوم ناسي اسم القديس بس كل يوم كان يقرا الاربع اصحاحات دول لان فعلا كل العز والغنى فيه وزي ما قلنا عصاره الكارما لما تسري في الفروع تعطي نشاط ونمو وقوه وقداسه فكل اصحاح لي رساله. بيتكلم على ان المراه وهي تلد تتالم ولكن متى ولد الطفل تتذكر الشت انتم الان عندكم حزن ولكني اراكم فتفرح قلوبكم ولا ينزع احد فرحكم منكم، سلامي اعطيكم، سلامي انا اتركه لكم، ليس كما يعطي العالم اعطيكم، لا تضطرب ولا تجزع. في بيت ابي منازل كثيره. كميه الرسايل العظيمه الرائعه اللي اليوم ده بيحملها لينا غير محدودة. المسيح خلاص داخل على الصليب ساعات بتفصلنا عن دخوله على الصليب. في الليلة المسيح بيدخل جسيماني بيستعد إلى الذبح وخلاص خروف الفصح اوريدي جاهز للذبح كشاة تساق للذبح كنعجة صامتة أمام جزيها. كلنا سبناه كلنا تخلينا عنه وجه قدام تلاميذه وقال لهم اسهروا معايا دلوقتي اقعدوا معايا آه، عايز اشير بس كده يعني, يعني احنا ان شاء الله بكره هنتكلم على الجمعة العظيمة بشكل أكبر بس عايز أشير لأن إحنا عارفين اليوم بيبدأ زي ما بنقول بالليل بس إحنا يوم الخميس على طول بعد ما بنخلص وطبعا الكنيسة الجميلة تذكرنا بذبح إسحاق بالإسمة آه، 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 طقس الكنيسة الحقيقة فعلا إحنا محظوظين وفي عز كنيستنا فعلا فعلا كنيسه ام عظيمه لو تلاحظوا الاسم في اليوم ده وطبعا طقس قداس خميس العهد مختلف شويه صغير سريع ما اجزاء كتيره لانه كان البيزك القداس اللي هو تقديس وبعض القراءات البسيطه لا في مجمع لسه مفيش صلح فبيبقى ليه طقس كده الكنيسه اتعلمنا اليوم ده تقول لنا فاكرين فاكرين الرمز فاكرين ابراهيم لما قدم ابنه ذبيحه ده كان الهنا القدوس اللي نزل عشان كده حتى يقول كده في اورشليم ان جبل اللي قدم فيه جبل المراية هو قدام المقابل للجسى المقابل ليها يعني فكنيستنا تقول لنا بصوا شايفين اسحاق ده كان رمز للمسيح وهكذا كل النبوات اتممت في شخص رب المجد يسوع المسيح في هذه الليله كان عارف بخيانه يهوذا وراح يهوذا واخد الاجره وقال لهم انا هديكوا العلامه اللي هقبله هو اللي تمسكوه راحوا يمسكوه كان المسيح في اللحظه دي في الجسيماني معرفش وقتنا يسمح نشارك شوية من لحظات جسيماني ولا الوقت ضيق لكن المسيح في قعدته في جسيماني آآ كان زي ما انتوا في الخريطة يعني اللي كنا هنحطها يعني على السكرين جسيماني هو في جبل الزيتون وبعدين في وادي جطرون وادي يعني نازل كده فالمسيح في اللحظة دي راح بعد عنهم رميه حجر يعني مسافه مش كبيره قوي. وفي اللحظه دي المسيح كان مركز على انه يكلم الاب ويبقى في حوار كده رايح جاي. بس عايز الفت نظركم الالم النفسي للمسيح في اللحظه دي كان مثقل جدا لدرجه انه طبيعته البشريه لانه واخد طبيعه كامله زينا. طلب من من بطرس ويعقوب ويوحنا قال لهم هكذا أه قدرتم ان تسهروا معي ساعه واحده قال لهم ممكن تسهروا معايا الاول راح قال لهم ممكن يجلسوا ها هنا حتى امضي ثم اخذ معه بطرس وابن زبدي وابني زبدي اللي هو يعقوب ويوحنا وابتدا يحزن ويكتئب هنا سؤال المسيح يكتئب عشانك وعشاني يكتئب المسيح يتالم ويبكي اه وقال لهم نفسي حزينه جدا حتى الموت امكسوها هنا واسهروا معي اللحظة دي لحظة صعبة قوي على قلب المسيح. بس الغريبة جدا ان هما ناموا. في اللحظة اللي المسيح بيعمل خلاص عظيم لينا احنا بنبقى نايمين. مش بقول كده بس عشان نندم لكن عشان نعرف ان احنا غاليين عليه قوي. وكمان عشان نحاول نشوف ايه اللي بيفرحه. يفرحوا ان احنا نركز معاه في اللحظات دي. ثم تقدم قليلا وخر على وجهه وقال يا ابتاه ان امكن فلتعبر عني هذه الكاس ولكن ليس كما اريد انا بل كما تريد انت ناس كتير بتمسك في الايه دي بقى فلك بص اهو عندهم طبيعتين ومشيئتين وارادتين هي مشيئه واحده و... واراده واحده طب ليه المسيح قال كده اول حاجه عشان يقول انا طبيعتي الانسانيه تتثقل وتتحمل الام صعبه جدا فبطبيعتي الانسانيه مش قادر احتمل زي لما اجي اقول مثلا طفل صغير هياخد مثلا فاكسين او هيعمل عمليه فيقول له لو ينفع بس ما اعملهاش انا عارف انها مهمه بس ودي تدينا رجاء بقى كلنا مش في علينا هيجي ايام بنقول يا ربي بس انا مش قادر احتمل ده انا تعبان قوي انا مثقل قوي بتيجي علينا ايام كده فبص للمسيح في الجثيماني فاللي يقول لي انا حاسس بيك يا ابني انا حاسس يا ابني بيك وانت شايل الكاس ده كاس الظلم او المرض او او القسوه او الظلم او ايا كان فبتهيالي عشان نقدر نكمل حياتنا لازم نخش مع المسيح في جوز كان لازم تلاميذه يخذلوه زي ما احنا اتخذلنا من ناس كتير كان لازم تلاميذه يقللوا من حبهم ليه في هذه اللحظه ليه عشان اي واحد فينا لما يمر بده يصرخ بقى ونقول مع الايه احزاننا نتحملها لأنه فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين كل واحد فينا مر بهذه الخزلان أو عدم تقدير أو التسقل لدرجة يا رب مش قادر يا رب ليه ما تشيلش عني الكاس ده ما تشيله عني فيسوع يقول له أنا حاسس بيك إحنا إلهنا إله عظيم مستحيل نقدر نفهم كل حاجة وإحنا في الجسد ده لأن لسه مسقلين بأتعابنا وأفكارنا ونفسياتنا الملخبطة لكن هو قدسنا فعز المسيح ومجده لينا أكبر بكثير من إدراكنا البشري طبعا طب لو هنختم مع قدسك وناخد رسالة روحية في اليوم ده يعني الرسائل كتير رسائل كتير جدا بس ممكن أنا بحب قوي الآية اللي بتقول من أجلهم مقدس أنا ذاتي آه ليها بعدين إن المسيح تتألم وتقدس بالزبيحة الصليب لأجلي وقدسني جواه فأنا ماليش قداسة بره المسيح فأي بر في حياتي أخده من المسيح ماخدوش لأنه مفيش أي حاجة تانية ليس من يفعل صلاحا ليس ولا واحد والبعد التاني هو لو أنا مسؤول أو خادم أو أب أو راعي لازم أعرف إنه الحل إن أنا في لحظة هتقدس بالصليب هشيل صليبي عشان أقدر أقدس أولادي أسرتي، خدمتي لا محالة إلا أن أنظر إلى الصليب وأقول له يا ربي زي ما أنت اتصلبت أسلب ذاتي وأسلب شهواتي واسلوب ضعفاتي وأصلب الإنسان العتيق اللي فيا وحررني يا رب من ضعفي فالمسيح ياخدني معاه جوه جسيماني ويقول لي هتتألم معانا وهتتمجد معايا إن لم نتألم معه لم نتمجد معه الحقيقة رسالة عظيمة جدا مش عايزين اليوم ده يعدي ونفتكره كتاريخ ولا نعتبر ان دي حاجه حصلت من كام سنه واحنا بنفتكرها وبنترحم واحنا مش مش بنفتكر المسيح كده المسيح شخص حي موجود معانا بحبه وبرحمته وبجسده ودمه بيصرخ على المذبح تعالوا تطهروا وخدوا وعيشوا الحياه فنعيش بهذه الايه من أجلهم مقدس انا ذاتي امين يا بي. اشكرك تسوونه وبشكركم اعزائي المشاهدين وانتظرونا في الحلقه القادمه من برنامج سوكتاتي جوم للتامل في اهم ايام البسخه المقدسه يوم الجمعه العظيمه لك.